السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء قناة المدرسة الرابعية، مرحبا بكم في الدرس الثالث دروس الوحدة الرابعة في مادة اللغة العربية للسنة الأولى من التعليم الابتدائي. أكتشف وأتعرف. حرف الهمزة. أولا أرفع يدي إذا سمعت الصوت أ. هرة هرة. فأر فأر. أرنب أرنب. ثانيا أقرأ وأتعرف أشكال حرف الهمزة. الحرف في أول الكلمة. أريكة أريكة. إناء إناء. الحرف في وسط الكلمة. مئذنة مئذنة. مائدة مائدة. الحرف في آخر الكلمة. مرفأ مرفأ. سماء سماء. ثالثا أجزئ كل كلمة إلى مقاطع كما في المثال. المثال أذن أذن أذن. إمام إمام إمام. أسد أسد أسد. دافئ دافئ دافئ. أستثمر. رابعا أقرأ المقاطع. أ إي أو آ أو إي أن إن أن. خامسا أقرأ وأضع علامة تحت الكلمة التي لا تتضمن حرف الهمزة. حسناء حسناء. الأحد الأحد. الأربعاء الأربعاء. عائلة عائلة. هؤلاء هؤلاء. ستة ستة لا تحتوي على حرف الهمزة، نضع علامة. اسأل اسأل. تسألين تسألين. سائل سائل. مسألة مسألة. سادسا أقرأ ثم أجيب. صعد المؤذن إلى المئذنة. صعد المؤذن إلى المئذنة. أذن لصلاة العصر أذن لصلاة العصر. توضأ إدر في الميضأة. توضأ إدر في الميضأة. بدأ الإمام الصلاة بدأ الإمام الصلاة. صلى إدر وراء الإمام صلى إدر وراء الإمام. أين توضأ إدر أين توضأ إدر. توضأ إدر في الميضأة. أكتشف وأتعرف. حرف الجيم. أو أولا أرفع يدي إذا سمعت الحرف الصوت ج.
عجل عجل، بقرة بقرة، جمل جمل. ثانيا، أقرأ وأتعرف أشكال حرف الجيم. الحرف في أول الكلمة، جرار جرار، جلباب جلباب. الحرف في وسط الكلمة، دراجة دراجة. نجلس نجلس. الحرف في آخر الكلمة، دملج دملج. زجاج زجاج. ثالثا، أضيف المقطع الأحمر وأقرأ الكلمة الجديدة. الكلمة القديمة، مال زائد جي تعطينا جمال. جاب زائد أ تعطينا أجاب. دار زائد ج، هنا خطأ، يجب علينا أن تكون زائد جي تعطينا جدار وليس جدار. جدار يعني حائط. نجا زائد حن تعطينا نجاح. أستثمر. رابعا، أقرأ المقاطع، جو جي جا، جا جي جو، جن جين جن. خامسا، أقرأ ثم أكتب الحرف المشترك بين كلمات كل مستطيل. المجموعة الأولى، دجاجة دجاجة، جائزة جائزة، زجاج زجاج. الحرف المشترك هنا هو جا. المجموعة الثانية، جمل جمل، جزار جزار، جزرة جزرة. الحرف المشترك في هذه المجموعة هو ج. المجموعة الثالثة، سرج سرج، علاج علاج، نعاج نعاج. الحرف المشترك هنا هو جن. سادسا، أقرأ وأصل بما يناسب الرسم. امتطى جواد، أحب جواد أن يصبح، جلس جواد مع، عجلا جملا، النعاج جزارا نجارا. امتطى جواد جملا، امتطى جواد جملا، أحب جواد أن يصبح نجارا، أحب جواد أن يصبح نجارا، جلس جواد مع النعاج، جلس جواد مع النعاج. شكرا لكم أصدقائي على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.